التصريح بوجهه لإدارة الأهلي ديك السنة، ما أنا عبد الإله مؤمنة كانش يحطم الأهلي وحصل له وقص وتوكلوا على الله. دي السنة ما أنا من ما أنا موسى المعياني حياه الله اللي شي يحطم الأهلي وشي يدمر الأهلي وشي يخلي الأهلي ينزل إلى أسفل السافلين. موسى المحياني لازم يرحل يا إدارة الأهلي، موسى المحياني لازم يرحل، لازم يرحل. إذا المدرب رحل موسى المحياني يلحقوه، والصومة يلحقوه، يلغون عقده ويتوكل على الله. ما عاد في فائدة كذي يطقطق، ما عاد باقيش في فائدة عاد، خلاص أمرك بحقه كذيها فاضية ما عاد فيها ولا شيء. كذي خلخل مخلخلة خلاص، لنا مخلخلة ما عاد باقي فيه ولا حاجة. الصومة ما أكون تلغون عقده ويتوكل على الله، والله ما أكون هوس واقز خلج.